مساء الخير، حلقة جديدة وترند جديد. والنهاردة معانا نور فؤاد، ملك الجمال مصر 2022. وملكات الجمال في مصر الموضوع بقى فيه مسابقات كتير قوي، الموضوع بقى يلخبط. دي حقيقة، بس تحس فجأة المسابقات انتشرت قوي. انتي بقى مسابقاتك كانت ايه؟ كانت بي ستار، بس هي مختلفة عن كل المسابقات اللي ظهرت بعدين، يعني لان هي كانت بتفيد في اكتر من حاجة مش حاجة بس. يعني المسابقة كانت بتقدم كورسات تمثيل، غنى، كاتوك. فالمسابقات التانية مش بتقدم الحاجات دي. بس غريبة ان مصر بقيمتها الكبيرة دي مفيش مسابقة رسمية ليها لملكات الجمال. تستغربيش من الموضوع ده؟ لا بستغرب، بس هنا الموضوع مش ماشي زي بره قوي، فاهم؟ يعني بره دي ملك الجمال فتح لها طاقة القدر زي ما كل حاجة بتتعمل لها وعقود رعاية. احنا عندنا هنا ملك الجمال مش عارف ايه، ملك الجمال مش عارف ايه، ملك الجمال يعني. فلو جينا اخر السنة نعد ملكات الجمال هنلاقيهم مثلا 3000 واحدة كل يوم ملك الجمال. مش للدرجة. مسابقات كتيرة يعني اكيد المسابقات انتشرت بشكل كبير في السنين الأخيرة دي، بس مش كلها الواو يعني، ولا بيقدموش حاجات مفيدة للملكات. قليل قوي لما تلاقي المسابقة بتفيد فعلا انت الملكات. بتشوف المسابقة اللي انت كنت فيها كأفضل المسابقات في مصر؟ ممكن ليه بقى تقييمك؟ لاني استفدت منها حاجات كتير، اتحطيت في اختبارات كتير، اتعرفت على ناس جديدة، جربت حاجات جديدة، استفدت من كورسات التمثيل طبعا، والكات ووك عشان لما اجي اعرض فاشن، والغنى، واختبرت نفسي في حاجات كتير يعني ما كنتش انا عارفاها. طب انت فين فئة في التمثيل؟ ايه؟ فينك من التمثيل؟ والله في الفترة الأخيرة كنت مركزة أكتر على حاجات تانية، فلسه ما عملتش حاجة قوي في التمثيل وكده حاجات تانية زي ايه؟ يعني. وأنا صغيرة عملت أكتر من إعلان، عملت حاجات، بس لما كبرت ما بقيتش ظاهر قوي زي لما كنت صغيرة. مجال التمثيل والغنى والفاشون زحمة في مصر يعني، علشان الحد يقدر يوصل عاوز مجهود جبار. دي حقيقة. انت بتتعبي في الموضوع ده يعني، اكيد انت أكيد نفسك تبقي ممثلة. أكيد، بس عندنا في مصر الوصول مش صعب، مش سهل، صعب جدا. ما هي اي حاجة صعبة، لكن بس في ايه التمثيل الصعوبات؟ صعب قوي، صعب قوي. مع ان في ناس كتير بنشوفها. بص، مش كل اللي بيعرف يمثل هنا في مصر بيمثل يعني. ممكن اوقات واسطة، اوقات حاجات تانية. مش شرط ان عشان بعرف امثل ان انا همثل او ان يبقى نجمة مشهورة. ممكن يبقى انا عندي الموهبة واحسن من اي واحدة طلعت، او احسن من ناس بيمثلوا دلوقتي وظاهرين قوي هم اصلا ما بيعرفوش يمثلوا. انت حاسه ان انت مظلومه يعني؟ اكيد انا حاولت كتير قوي وتعبت كتير وجريت كتير قوي، بس كل الحاجات اللي كانت بتيجي كانت مش مناسبة بالنسبة لي. مش مناسبه ازاي؟ مش مناسبة يعني، أدوار أنا مش هعملها، حاجات أنا مش هحب إن نور تكون ظاهرة فيها. معنيك بتعملي صور على في شكلها دي برضه؟ حياتي الشخصية. لا مش صور، دي صور بروفيشنال يعني، صور سيشن. فممكن هما اللي يكونوا بيشوفوا السيشن بتاعك فياخدوكي للحتة دي. ممكن تكون عشان أنا واحدة جميلة فبيبقوا عايزين يحطوني دايما في الحتة دي. عشان انتي واحدة جميلة. بس انا مش حابة ان انا استغل الجمال ده، انا حابة ان انا امثل عشان انا بعرف امثل، لكن مش عشان استغل جمالي زي ناس تانية خالص. انا واثقة ان انا جميلة بس مش عايزة استغل ده. إيه انا إيه؟ عايزة امثل عشان انا بعرف امثل وبحب التمثيل، مش عشان استغل جسمي وشكلي، فاهمني؟ طيب التمثيل في مصر يعني ايه اللي بيخلي ناس تنجح وناس زيك بقالها سنتين ثلاثة بتحاول ومع ذلك حاسة ان الطريق مقفول، مش حاسة ان الطريق سهل؟ طب ما يمكن عشان انت ما درستيش ما درستش ايه؟ فنون مسرحية مثلا. ما انا درست.
انا قصدي معاك في المسرحيه او خدتي ورش الورش بتاعت النقابه المهني التمثيلي. انا عايزه اقول لك في التمثيل عندي صحابي دكاتره وشغالين حاجات تانية خالص ملهاش علاقه بالتمثيل، وفجاه ظهروا وفجاه مثلوا وناس قريبه مني جدا ودلوقتي بقوا مشهورين وطالعين بدون ذكر اسماء يعني في مسلسلات وبتاع. ده اللي هو وكده. بتاع جعفر العمده. جعفر العمده برضو في المسلسل بتاع هند صبري، البطل اللي طالع معاها ده اصلا شغال في شركة طارق نور، ما بيعرفش يمثل اصلا ولا عمره درس تمثيل بس دخل كده ومثل حلو يعني هو ما قوي. بيعرفش يمثل؟ لا هو بيعرف يمثل بس هو ولا عمره درس تمثيل ولا كان في دماغه انه يمثل اصلا، هو شغال في طارق نور مش محتاج يعني حاجة فاهم، ودخل التمثيل ودلوقتي بقى متشاف وكده. وفي مسلسل جعفر العمدة ظهرت فيه وجوه جديدة كتير ما افتكرش انها عمرها درست التمثيل اصلا، وخصوصا في حاسه رمضان. ان هم متهدينك؟ بإيه؟ متهدينك؟ في اضطهاد ليك يعني؟ لا ما ليه مش شفتكيش ولا في دور مع انك جميله وتقولي ان انتي يعني احلى واحده. ما انا بقول لك يا اما بيكون الادوار اللي انا هطلع اظهر فيها انا مش عايزه اتحط فيها، مش عايزه اظهر بالشكل ده، وخصوصا في البدايه عشان ما بس افضلش في الاول ما بتختاريش. كده. بس انا مش عارفه يعني مش حابه ان انا يمكن مواعيدك مش مظبوطه مثلا. لا بس حتى لو مواعيدي مش مظبوطه لما اكون طالعه في بتضحكي على حاجه ايه؟ كويسه اكيد هروح قبل مواعيدي كمان يعني. طيب يعني لو ما نجحتيش لا قدر الله في انك تخشي التمثيل هتعملي ايه؟ هدور على نفسي في حتة تانية ليه ايه؟ يعني، هشوف انا. هتغني؟ لا عمري ما تخيلت ان انا ممكن ابقى مطربة يعني. بحب الغنى، بحب اغني مع الاغاني، ده بيكمل مودي طبعا، بس ما شفتش نفسي ان انا عايزة اغني وبتاع وابقى مطربة وكده، طب يعني احنا برضه مع عايزين. اني عملت اختبار صوت وكده وقالوا لي صوتك حلو قوي وكده وينفع تغني يعني يعني كده مع شكلك حلو؟ شوية تمارين. يعني كده شكلك حلو وصوتك حلو وكده ما بتمثليش وكده ما بتغنيش. برضه الموضوع صعب. طب هنعمل ايه؟ هو الموضوع صعب. يعني هتقدري تعيشي من غير تمثيل وغنى؟ يعني مش عارف يعني هكملي انا حياتك ازاي؟ ما انا اتعودت ان انا ما اخليش اليأس يتمكن مني، ان انا لو ما لقيتش نفسي في الحتة دي ادور ايه جوايا تاني ينفع انا الاقي نفسي فيه واطور من نفسي وبرضو انجح يعني. انا عندي اصرار على اني اكون حد ناجح. طب يعني فشلنا في الغنى وفشلنا في التمثيل، هنتجه ليه بعد كده؟ فاضل لنا ايه؟ ابقى مذيعة. حلو بقى، اهو ده موضوع سهل. يعني مش هيبقى برضه صعب. طب انا اتعرض عليا اكتر من عقد وكذا برنامج، بس الفكرة كانت ايه، ان هم عقود احتكار يعني اللي هو علشان اول برنامج ليا واول ظهور، عقد ده احتكار بس يعني يعني عاد احتكار ازاي؟ كذا سنة، 50% من اي اعلانات تجيلي او اي شغل يجيلي تاني. فانا شايفة ان انا ده رأيي وافقي، ظلم ليا انا رأيي يعني، يوافقي، عشان لان انا مفيش اليومين دول اصلا. ابقى صاحبة برنامج واظهر في برنامج ليا لوحدي ابقى انا اللي بنتج. طيب دلوقتي يعني الامور واضح ان هي مش ماشية زي ما انت حبيتيها، دي حقيقة. رغم ان انت اخدتي ملكة جمال مصر، ومش اي حد بياخد ملكة جمال مصر. أكيد. انت اصلا خريجة ايه؟ إعلام، أنا خريجة إعلام. طب يعني ده شغلتك أنا يعني. بحب الإذاعة قوي وشايفة نفسي فيها قوي ولايق عليا جدا، ونفسي طول عمري إن أنا يبقى عندي برنامج بتاعي أوصل فيه رسالة للناس، أفيدهم، أبقى بعمل حاجة كويسة يعني. ايه الحاجة اللي انت، ايه البرامج اللي انت ممكن تعمليها او حصة حباها؟ يعني انا حابه ان انا اطلع اتكلم عن حاجه محدش اتكلم عليها قبل كده يعني، ما بحبش اكون تقليديه قوي، فحابه ان انا لما اطلع اتكلم في برنامج يبقى محدش اتكلم في الحاجه دي قبل اللي هو كده. ايه ان شاء الله؟ والله فكرت في اكتر من حاجه بس مش فاكره، تقريبا كنت انت حابة تعملي حاجة بس لسه
مش لاقيها، اللي هو لو لقيت الفرصة هقعد وهفكر وهلاقي الفكرة اللي هتكلم عنها. فهمني؟ بس كل ما بسعى 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 وبلاقي الفرص بتهدني، فبيجي لي احباط وارجع اقاوم واقوم من تاني. فهمني؟ عم والله حرام حرام يجي لك احباط. احنا لازم نشوف لك حل. يعني يا جماعه، مش ينفعش كده. لما انت يجي لك احباط يعني، لا حرام يعني. انت المفروض تشتغلي ممثله ومطربه ومذيعه في نفس الوقت. مش عاوزه كل ده، انا عايزه حاجه واحده بس. يا جماعه، ملك الجمال، حد بس يكتشفني. ملك الجمال مصر 2022 مش لاقيه حاجه اللي هي بتحبها بجد. انا مش عارف والله، انا لو مش عارف اقول ايه. طيب قولي لي بقى، ما فكرتيش مثلا تعملي برنامج عن الكوره، تعملي استوديو تحليل؟ يعني خرجتي بره المألوف بقى خالص، رياضه وبتاع، خصوصا البنات بتنجح في الحته دي دلوقتي. ماليش في الكوره قوي. انت اهلاويه ولا زملكاويه؟ انا زملك. اهلاويه. اهلاويه. بيلبس ايه الاهلي؟ احمر. احمر. مين حارس مرمى الاهلي؟ مين بجد؟ لا مش فاكره، بس انا بحب دايما اتفرج على النهائي بس، لكن مش متابعه. يعني برضو اهلاويه كده بالشبه يعني. بالظبط. لكن اصل دايما الاهلاويه ما يعرفوش اسامي اللعيبه بتاعتهم دايما. ده حاجه غريبه جدا يعني. ليه؟ ناس كتيره من الاهلاويه اللي هم اهلاويه عشان الاهلي بيكسب بس. ليه؟ انا عندي ناس صحابي بيتفرجوا كل يوميا على برامج الكوره وحافظين وبيروحوا وبيتابعوا ومجانين كوره بقى، فاهم؟ بس انا عشان بنت فمش مركزه على الكوره اكتر حاجه يعني. فهمني؟ بس اكيد طبعا بتروح الجيم وتهتم. انا بحب التمارين قوي، بحب اهتم دايما باللياقه البدنيه يعني، فدايما بحب ان انا اروح الجيم واخلي بالي من شكلي وجسمي وصحتي، ده بيفرق كتير في نفسيتي. نامي بدري وتصحي بدري يعني، تعرف انا حاجات المقاييس الجمال دي بقى انت بتهتم. بحب اكل اكل معين، اشرب حاجات معينه، الحق انام بالليل مش بدري قوي، بس لازم انام على الاقل 4 ساعات بالليل كده مثلا. يعني اعتقد ان كانت فرصة حلوة جدا ان احنا نشوف ملك الجمال مصر يعني قريب. وكمان ان يا جماعة ما تقعدوش بقى، لا هي ملك الجمال مصر بس يعني والله زيكم لسه بتدور على شغل. والله على فكرة ما تفكروش ان انا الفرص قدامي ومش عارفة اختار والكلام ده، لا لا مش عارفة، بس اوقات يئست كتير، بس برجع واقول اكيد ربنا شايل لي الاحسن، اكيد هيجي في مره هيفاجئني. ويمكن كل دي اختبارات ليا علشان لما تيجي الفرصه ابقى مبسوطه بيها قوي. افتكروا يا جماعه الاسم ده كويس، نور فؤاد، هتبقى نجمه كبيره قريب قوي. ودايما كل ما الحاجات تبقى صعبه بتبقى ان شاء الله يعني الوصول ليها هيبقى كويس. اكيد. نورتينا وشرفتينا. ميرسي يا حبيبي، ده نورك. شكرا. ميرسي.